إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله، يوم جديد وفيديو جديد من سلسلة حلقات الإرشاد الزراعي. هنتكلم النهاردة عن تقليم الطماطم. إيه فايدة التقليم؟ إحنا ليه بنقلم الطماطم؟ أو ليه إحنا بنشيل الورق اللي هنا ده؟ ليه بقى الفايدة بتاعته؟ عشان يكون في حركة هواء بين البيت، يدخل الهواء. طول ما الورق كده متكدس زي ما إحنا شايفين كده، مفيش هوا داخل بين الشجر وبعضه. الحاجة التانية اللي احنا بنعملها عشان الاسمدة، الورق القديم ده هو الطماطم زي ما احنا شايفين اها، طماطم كبير. الزيادات دي او السرطانات دي في الشري عادي مش فيها مشكلة، الشري سرطاناتها كتير، بس احنا بنتكلم ان السرطانات دي في العموم سواء كان في الطماطم الكبيرة او في الشري بتاخد الاسمدة وبتاخد الغذاء اللي رايح الاصل او للام ده. فاحنا بنحاول نخف ونخلي زايدة واحدة او سرطان واحد بس مع الاصل، يبقى حدانا من كل فرع طلع منا شجرتين، وبنقلم الورق ده عشان خاطر الأسمدة تروح للقمة النامية وتكبر معانا. إنما لو سبنا الورق ده زي ما هو، لا الطماطم هتلون ولا الأسمدة هتطلع فوق، هتطلع حتى بصورة بطيئة، فبالتالي هتكون النمو بتاع الشجر بتاعنا بيكون بينمو بطيء. وعشان أشعة الشمس بتاعتنا لما تتخلل بين الشجر بتلون معانا الطماطم بطريقة كويسة وبكميات كبيرة. الحاجة الثالثة، بنقلل الرطوبة الأرضية. الطماطم دي اتقلمت مرة قبل كده، لو ما كانتش اتقلمت خالص كان هيكون الورق نازل على الأرض كده، والحشيش ده كان زمانه دلوقتي كبر. احنا دلوقتي بنقلم البيت، بنقلم تقريبا مرة كل 5 أيام أو مرة كل 7 أيام. لو ما كناش قلمنا كان هيكون الأرضية دي كلها ورق، وبالتالي الطماطم ما كانتش هتلون زي ما احنا شايفين. دي طماطم حجمها كبير أهي في قلب الشجر أهي، التلوين بتاعها ضعيف عشان خاطر احنا عندنا الشمسة مش واصلة للطماطم بتاعتنا. انما لما نقلم ان شاء الله الاحجام بتاعتنا دي زي ما هي كده، الشمسة هتلون مع التسميد. وكمان لما بنقلل من الاعفان والندوات سواء كانت مبكرة او متأخرة، بنقلل من عفن الساك والعفن الرمادي على الثمار. تمام، ودلوقتي هنشوف طريقة التقليم. طيب دلوقتي هو قلم اهو، دي سرطان اهو طالع من الاصل اهو، ومحمل عليه تزهير وفي عقد هنا اهو. وكذلك الامر بالنسبه للسرطان ده، احنا سايبين الام زي ما هي وبنحاول نقص بعد العقد او بعد التزهير اللي طالعه، بنقص الراس عشان احنا عندنا سرطانات كتير زي ما احنا شايفين اهو، فبنحاول نخف السرطانات دي وبنخلي في الاخر فرع او اتنين زي ما احنا قلنا. طيب الحاجه الثانيه، ان احنا في التقليم بتاعنا محتاجين نخلي حته بارزه زي كده من الورقه، ما بنقصش الورقه كلها عشان لو حصل اي عفن في الساك، بيحصل من اماكن الجروح بتاعه الساك او اماكن الجروح بتاعه الاوراق، فبالتالي احنا بنسيب حته من هنا صغيره عشان لو حصل اي عفن ساك بنقص العفن من هنا مره ثانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا لازم بعد اي عمليه تقليم، بعد كل عمليه تقليم بنرش اي مبيد فطري وقائي، بنطهر الجروح دي باي مبيد فطري وقائي عشان خاطر الاعفان سواء كانت اعفان ساك او اعفان ثمار بتيجي نتيجه الرطوبه الارضيه الزايده مع جروح الاشجار، وبالتالي احنا بنحاول نرش اي مبيد فطري بعد كل عمليه تقليم. ودي كانت حلقتنا النهارده عن تقليم الطماطم، ونشوفكم في حلقة جديدة. شكرا والسلام عليكم.